السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خش في المطعم على طول. هو انت حبتين حبتيني صح؟ هو انت ليه ما حبتينيش؟ وانا ناقصني حاجة؟ طب بكرهك يعني بعد ما قطع لك تيشيرتين تكرهين ليه قلة الأدب دي؟ بصراحة مش عارف اوصف لك ايه كمية الرجولة اللي فيك دي. انت محسسني انه انت بتقطع تيشيرتات كده بيبقى انت راجل بجد والبنات هتتجنن عليه. بعده في بحر الغاد. استنى بقى كده، واخدين بالكم الهاند فري محطوط فين؟ خلاص يعني هيتحكم عليك بالاعدام لو ما عملتش الشيك توك قبل ما تخش تلبس ولا ايه؟ بعده انا السكران عشان عيونك دول التوب. ولو قلتي لست الكل محلاكي، ولو قلتي انا وبقيت كركوبة مكانك بس فيه انا بتبوظ. وما دام انت عايز ترجعهم تاني، طالما انت خايف على شويه الكنافه دول كنت سيبهم مكانهم. عينك تانيين الفجر يا حب النار ناري، عينك نار الصبح في حق الحب دوري. ما هو انت ست الكل محشوختي انا محشوختك. ايه يخصك يا شعبه؟ ما انت لابسه الحجاب وبخدك كلها باينه، ايه القرف ده؟ اللي بعده انت وصحيتي لقيتي نفسك شبهي كده هتعملي ايه؟ هتف على وشي او صاحبك هيعمل فيك ايه؟ هولع فيك بجاز وسخ اقسم بالله. هشخ عليها طبعا. مش ده اللي كان بيقطع هدومه برضه؟ والله بحبك. ايه اللي اثبت لك ان انا بحبك؟ ده لما قطع الهدوم واحده تاني حبيته هنعمل ايه بقى؟ يا ترى بقى يثبت لها ان هو بيحبها ازاي؟ يا اختي المجنونة ده شكله المرة دي التيشيرت غالي عليه ما قطعهوش. قلت لكم التيشيرت ده غالي عليه مش هيقطعه. طب ما توريني صورتها. انت عظيم، ينفع اقول لك وريني صورة نختك؟ الرجولة دي اهو، كم منين كمية الرجولة دي يا اسطى؟ ده انا شعر رجلي واقف من كتر الرجولة اللي فيك. ايه ده؟ انت ازاي كده يا عم؟ يا بطة. ايه يا ولدي؟ في حد قال لك قبل كده في نص الشارع بحبك وقدام الناس؟ يا ترى يقطع التيشيرت ولا يلاقح نفسه قدام عربيه المره دي؟ طب بحبك. في سر ورا التيشيرت الاحمر ده مش عايز يقطعه مش عارف ليه. اللي بعده في بحر الغد. شفت ان انا مليان النوم مليان شر والبر ماله امان. ليه الخفيف من فوق اما الاصيل غرقان. بص يا خوي منك ليه، انا مش حابه كلام عليكم كتير وحابة مواضيع والناس اللي بتتفرج عارفة بكده. بخف شوية من البضان اللي انتوا بتعملوه ده. شكرا فشخ لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي. اثبت لي ده في الكومنتات واكتب جيش اسم محمد وانا عارف انك اتفرجت للفيديو ده لحد دلوقتي. الفيديو عم متنساش احط لك الفيديو عشان اوصله اكبر عدد من اللايكات. لو انت لسه جديد معايا واول مرة تتفرج عليا انزل اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار كل فيديو انزله. عايز اقول لك ان عندي انستجرام خش اعمل لي فولو وعندي برضه فيسبوك هتلاقيه برضه تحت في الوصف. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.